في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب بين الفاعلين الحكوميين والسفراء المعتمدين بالمغرب، حلت مساء أمس الخميس بمقر المؤسسة بالرباط نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. الوفي استعرضت أمام السفراء الأجانب المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية البيئة، وكذا مختلف البرامج التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث أشارت كاتبة الدولة في هذا اللقاء إلى دعم الحكومة ل 146 مشروعا بيئيا بغلاف إجمالي قدره 23 مليون درهم، فضلا عن عزم الحكومة تنزيل مخطط خماسي يتعلق بتثمين النفايات من أجل إحداث 50 مركزا للنفايات. بلادنا دابا على الأقل خص يكون عندها المعطيات البيئية بكل جهة، فين عندنا الثروات المائية، فين عندنا الفرشة المائية قليلة، فين عندنا الإشكالات المتعلقة بهشاشات أو الضرر اللي ممكن يكون في الليتوغال في الساحل، الضرر اللي ممكن في الجبال، إشكال ما يتعلق إلى أي حد مدينة معينة، إقليم معين، مجال معين، فيه واحد النسبة ديال اليخضور ديال اللي ممكن تعطي النظم الإيكولوجية بشكل متوازن. إذا هذه المعطيات البيئية هي معطيات بيئية عند جميع الدول اللي كتبغي تبني سياسات تنموية، المفترض أن وكتعطينا حتى كيفاش نبنيو القرار. هذا وتتيح اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية خلق فضاء من الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر بين أعضاء الحكومة والسفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب والإجابة على مختلف تساؤلاتهم حول القضايا الراهنة بالمغرب.